سي جمال مرة أخرى يعني في الإيجان فما مازلنا كل ماتش نتعلمه منه برشا حاجات. نصور ماتش اليوم الأولاد باش تعلموا منه حاجات كبيرة برشا. حاجات مش غادي من الكبيرة مش حاجات كبيرة. الدربي راهو ملي نعرفوا الدربي في الإيجان في السينيور كيف كيف. معناها الحاجة هذه لازم تزرع من صغرها. معناها إذا كان من أنت صغير فما القلب فما الجرينت تعلمها راهو في الدربي. والدربي راهو يتربح سير ديتاش معناها ديتاي اللي هي رجوليه قبل ما تكون الكره تحضر رجوليه وتكون الجرينتا موجوده اللاعب يجي واللي ديربي ماك تعرف تفكوا فكان ونحن ديجا معناها نهيئوا في الشبيبه هذه باش ان شاء الله نهار اخر تكون في ليكيب سينيور ان شاء الله وتكون عندها الجرينتا هذه اللي نحكي عليها انا واللي ماتش كيما ذوما فهمت. شفنا اوبورتونيزم كبير برشا من الاولاد لي زوكازيون اللي طاحوا في الزويت ما رحموش. انا قلتلك نحن اسبيرونس عملنا دو ماتش عملنا نيول مع ليتوال هنا وعملنا ديفيت في القروان اسبيرونس هرب علينا 5 بوان اوتوماتيك لازمك تربح باش تكون قريب وان بليس المورال وتحب ولا تكره تربح اسبيرونس راهو شارم اخر نحينا من البطوله نحينا من التيتر ونحينا من كل شيء راهو تربح اسبيرونس شارم اخر للمدرب المسؤولين معناها للجمعيه ككل فهمتي وتعرف في لي جون يقول لك فورماسيون وتكوين هذا كله معاك راه اما نهار تخسر مع اسبيرونس الناس كل تقعد تحكي عليك نهار تربح اسبيرونس الناس كل تقعد تحكي عليك معناها راهو قعدت عندنا الحكايه هذيك اللي هي الحاجه الوحيده اللي قاعد في تونس عامله شارم الكره في تونس راه باش نكونوا واضحين معناها فهمت واضح جي جمال سي مبروك الربح عايش بارك الله فيك ان شاء الله في ما خير عايش بارك الله فيك عايش.